حاشمية وعلى هذه النصيحة بالتأكيد ما أجمل هذه النصيحة خاصة لمستعملي الطريق. شكرا جزيلا لك وبداية يوم موفقة بحول الله. إذن نعود إليكم من جديد مشاهدينا لاستكمال. ما فهمت. تأكيد الحديث ككل يوم جمعة عن الرياضة باعتبار أن الجمعة هو من بين الأيام التي يفضل فيها الجزائريين ممارسة الرياضة والتوجه إلى المنتزهات وحتى الأماكن العامة من أجل مزاولة الرياضة، لكن اليوم سندخل إلى قاعات الرياضة وقاعات كمال الأجسام والحديث سيكون حول المكملات الغذائية والأسباب التي تؤدي بالرياضيين لتناول هذه المكملات الغذائية، كيفيات تناولها وأيضا الأخطار الناجمة عن الاستهلاك الغير عقلاني لهذه المواد الكيميائية التي قد تحدث خطرا على صحة الإنسان. وللحديث أكثر حول الموضوع أسعد باستضافة الكوتش أمين ميجاربا وهو مدرب رياضة ولياقة بدنية. صباحك سعيد أمين. السلام عليكم. صباح الخير وشاكر لباس. جمعة مباركة. الله يسلمك أمين. صباح النشاط والحيوية إن شاء الله. إن شاء الله بكمل. إذن أمين، موضوع شفنا الأسبوع الماضي تناولنا موضوع النحافة خاصة النحافة المزمنة وقلت لنا أن النحافة المزمنة لا تشكل خطر لكن هناك طرق ربما من بينها المكملات الغذائية. أكيد أن المكملات الغذائية موضوع مهم أمين. مهم جدا. المكملات الغذائية عندها كما نقولوا حنايا إيجابية بزاف للرياضي، واحد 50% الرياضي راح يلقى فيها فايدة في الخدمه تاعو، في لي زونطريمو تاعو، في التغذيه تاعو، يعاون التغذيه تاعو باش التغذيه تاعو تكون سليمه ولا يلحق الاحتياجات اليوميه تاعو كرياضي. يعني المكملات الغذائيه تستعمل بالاضافه الى الغذاء بيان سور. يعني الوجبه تاعو اليوميه 5 وجبات في النهار تاعو ولا 4 وجبات في النهار، كل رياضي وكيفاش على حسب واش يمد الكوتش تاعو، نزيدوا المكملات الغذائيه باسكو المكملات الغذائيه يعني الانسان كون يتبع غير الماكله ما يحش يلحق الاحتياجات اليوميه تاعو سواء في البروتينات ولا في الدهون الصحيه ولا ينتجه المكملات الغذائيه. وبعض الرياضيين يقول لك انا ناكل الماكله وما ننتجش المكملات الغذائيه. انا كونساي لي المدو سيك لازم المكملات الغذائيه سوتو لي فيتامين هما الاساس باش يعني الجسم تاعك يتبنى 100%. الرياضه تغذية مكملات غذائية. أكيد كوتش أمين أن المكملات الغذائية عندها أنواع وأشكال مختلفة، ما هي أهم أنواع المكملات الغذائية؟ هي مكملات غذائية كما نقولوا حنا تنقسم لاثنين، كاين اللي يستعملها في الضخامة وكاين اللي تستعملها في التنشيف. حنا نحكوا كوتي ضخامة ولا تنشيف. كوتي ضخامة يعني كاين بزاف مكملات غذائية اللي يستعملوهم، أي حاجة يعني كما نقولوا حنا اللي يستعملوا يكون فيها مكتوب فيها ماس، يعني كاين فيها لي برودوي بزاف. حنا باش ما نحكوش على الشركات، أي حاجة فيها ماس، ماس مكتوبة ماس زعما سيريوز ماس ولا ماس مشكلة يعني ماس تاك ولا ماموت ماس، هذوما تستعملها في الضخامة. ومن بعد تيتجه كما الرياضي يسحق لابروتين، هذه فيها لابروتين فيها يعني هذهم انواع البروتين. البروتين هي الاساس الاولى، الاملاح المعدنيه هي لا لا حميضيه عفوا احماض امينيه، باسكو ميم لابروتين هذه فيها احماض امينيه. بصح لازم الرياضي يزيد يتجه للاحماض الامينيه ويتجه للمكملات الاخرى كما نقولوا حنايا زنك بوتاسيوم اوميغا 3 لي ملتي فيتامين فيتامين سي، هذو كامل باش يقدر يبني الجسم تاعو والضخامه تاعو تكون سهله ليه. الاكيد انه الاستعمال، هل استعمال المكملات الغذائيه يكون حسب نوعية الجسم ولا حسب الأهداف؟ نعم، على حسب الأهداف ونوعية الجسم. كاين كاين بزاف كما نقولوا حنا رياضيين يتجه ولا ياكل وحده بلا استشارة لا كوتش لا إنسان يكون في الرياضة خبير في الرياضة. الكونساي هو لازم تعرف أنت لا جينيتيك تاعك، كما نقولوا حنا كاين لا جينيتيك إكتوموف ميزوموف أندوموف، تعرف تروح نوع الجسم تاعك ومن بعد تروح تتجه للمكملات الغذائية اللي يخرجوا عليك أنت. ما هي الأنواع التي تناسب كل نوع من الجسم مثلا؟ لو نشوفوا اللي عندهم مشكل تاع النحافه يتجهوا بزاف كما نقولوا حنايا لا ماس، كما قلت لك حنا اي حاجه فيها ماس كما نقولوا حنا ماس تاك ولا سيريوز ماس ولا يتجه ليها هي الاولانيه. ومن بعد يتجه للمكملات الغذائيه اخرى كما لي فيتامين نيسيسار لا فيتامين سي الاوميغا 3 الفيتامين سي الملتي فيتامين، وانتجهوا كما نقولوا حنا الاحماض الامينيه. احماض امينيه يعني بي سي ا ولا كما نقولوا لا جلوتامين، هذو هما سي سا. واللي عنده ربما نسبه من الدهون حابين الشف، ما دهون هي المكملات اللي تناسبوا الدهون نتاجهوا عندنا الواي واي كاين كونسونتري، خاطر هي فيها 3 انواع، كاين كونسونتريت كاين ايزولايت كاين هيدرو.
وهادو هما ثلاثة هادو كل وحدة وكيفاش تنقسم في الكور تاعها وكل واحد كيفاش ياكلها. يعني حنايا جينيرالمون كاع الناس يستعملوا يقول لك أحسن مكمل غذائي اللي خرج يعني حاليا والناس اللي زاتلات لي بروفيسيونيست يتعاملوا به سي الإيزو ولا الهيدرو. هادو هما الهيدرو هما السريع إيزولايت تقصد. إيزولايت ولا الهيدرو. الهيدرو سريع الامتصاص أكثر يعني بالك 15 إيزولايت يعني هو مفصل أكثر ما فيهش سكريات ويعني ما يعني كيما نقولوا جايز بزاف على كيما نقولوا حنايا مراحل كثيرة تحليلات باش نلحقوا لهذا الايزو ومن بعد تتجهوا زادوا خرجوا للهيدرو. الهيدرو احسن منه باسكو سريع الامتصاص والرياضي راح يلقى فيه استشفاء عضلي رابيد. يعني الاقبال على المكملات الغذائيه ليس فقط من قبل الرجال وحتى النساء. حتى النساء يعني هل للنساء مكملات غذائيه مناسبه اكثر من الرجال ولا ما عندهمش مكملات؟ لا لا يعني المكملات تاع النساء يكونوا كيف كيما تاع الرجال. وشنو تختلف بين الرجل والمراه؟ دوكا كاين انسان كيما يكون رياضي عنده كيما نقولوا حنا انخفاض في نسبه التستوستيرون تعطي مكمل اللي يحفز له نسبه التستوستيرون في الكور تاعو. بصح انت تجيك طفله كيما نقولوا حنا تجيك للصاله ولا تجي عندك المكمل الغذائي. انا كيما يجوني بزاف يعني الحانوت عندي هنا الحانوت تاع مجدر تاع المكملات الغذائيه ولا بعض الاصدقاء يجوا لهم يعني واش يديروا عندهم يتجه للنساء باسكو يخافوا مش كيما الرجال باسكو ديما نكون توعيه لي كومبليمون ما حش يكونوا فيهم اضرار. بصح هي واش تتجه لابروتين الاحماض الامينيه الا كانت عندها بوا زايده تستعمل حوارق الدهون وتستعمل لي فيتامين نيسيسار كيما نقولوا الزنك بوتاسيوم ماغنيسيوم لي ملتي فيتامين هذه هي. ايضا الاكيد انه المكملات الغذائيه عندها نسبه من الاستعمال ووقت الاستعمال تاعها الكميه شحال تكون يوميه يعني كيفاش تكون شوف استعمال امن. شوف تختلف بين رياضي ورياضي. اما احنا نحكوا على انسان اللي كيما نقولوا حنايا ديبيوتون انسان اللي ديبيوتون مبتدئ نحكوا على واحد انسان اللي يكون في الضخامه يوتيليزي كيما نقولوا حنا السكوب تاعو نقولوا حنا فيه 50 غرام تاع السكوب تاعو يعني السكوب هذاك فيه 50 غرام يتجه يا لادوس تاعو تاع صباح ربي فيها 50 غرام عنده وحده هذه يشربها اجا كيما نقول لا لا يتجه يشربها مع البريمار روبا تاعو يا ياكل قبل او بعد قبل يعني مع الشوفان زعما نقولوا حنا الوجبه الاولانيه تاعنا هي فيها الشوفان يدير لادوس تاع بروتين تاعو جينر فيها 50 غرام ومن بعد تيك عندك شيكر في الشيكر تاعك ولا تميكسيها دير لها البنان ولا دير لها كما نقولوا حنا التمر ولا كما تحب ميلك شيك كما تحب ولا دير هذيك عندك الوجبه الاولانيه فيها لابروتين تاعك ومن بعد عندك وحده قبل التدريب وعندك هذه اللي حوس عنها اللي يكون نحيف بزاف وعندك وحده قبل التدريب ب 45 دقيقه عندك يندوز وعندك وحده بعد التدريب ماشي مباشره يعني بواحد 20 دقيقه ولا ربع ساعه وعندك وحده قبل النوم يعني هذو يعني ربع وجبات يعني كما نقول احنا ربع لي دوز ماشي وجبه شحال فيهم من غرام فيهم 50 غرام 50 غرام يعني حوالي 20 غرام يوميا لا لا 50 غرام طلع 100 غرام عفوا 200 غرام 200 غرام نعم 200 غرام في لا جورني تاعو ومعاهم يكمل لابي سي ا كيما حنا لابي سي ا ندوها له في وسط التدريب باش علاه احماض الامينيه احماض الامينيه يكونوا في وسط التدريب وعندنا نقدروا نديزيوها بعد التدريب على جال الاستشفاء العضلي وكان يستعمل لاغلوطامين واللي عنده حاب ينقص الدهون وحاب يكسب ربما تنشيف الجسم وابراز العضلات شحال الكميه المنصوح بها من قبل انتم كخبراء في عالم كمال الاجسام؟ شوف حنا في المكملات الغذائيه خلينا بالنسبه للبروتين تاع الماكله احنا ما نديروهاش هي الاولانيه باسكو كيفاش تحسب البروتين تاع الاكل كوتش؟ شوف هي كيما نقولوا حنايا حاجه باش ما تلفلوش لاطلات كيما هنايا تضرب البوا تاعك في زوج في عشني كيما نقولوا انسان يوزن زعما نقولوا 70 كيلو يضربها فوا 2 طيح له زعما نقولوا 140 غرام تاع بروتين يعني هذه النسبه للبروتين اليومي اللي يكون في البيض وفي صح. في المكونات الغذائيه العاديه عاديه واللي المكونات تاع المكملات الغذائيه شحال تكون النسبه تاعو كما نقولوا حنايا كما نقولوا حنا واحد الانسان يكون كما قلت لك حنا في يعني حاب ينشف عنده دو دوز بار جور ما يزيدش فوقهم باسكو عنده راح يتجه ياكل سكالوب البيض باسكو علاه راح يصرى له بروبليم كون زعما يكثر في لابروتين راح يصرى له بروبليم في ليران تاعو سمي يدير حسابه او كلا الماكله تاعو البيض
عنده اوروبا فيه بيض وعنده دوك نحكيو على المخاطر فيما بعد. نحكيو فقط عن الكميات والاستعمال الامن. اعطينا الكميه الامنه. الكميه الامنه في لادوس لا بروتين في التنشيف، يعني اللي حاول يدير التنشيف يعني عندك اون دوز صباح اون دوز بعد التدريب. شفنا ايضا كوتش امين انه من بعض العادات اللي ولات موضه ربما نشوف نقراوها بزاف في الجرائد، يقول لك تسمم للرياضيين كلاو حبوب منع الحمل للنساء، وهذه اصبحت موضه يعني نشوفهم يستعملوها. الاسباب علاش هم يستعملوا في هذه الحبوب حبوب منع الحمل؟ شوف هي الكوتي هذا حساس بزاف، هذه يعني الرياضي هذاك انا ماشي الديفو في هذاك الانسان اللي يروح ليه بون الانسان هذاك باين بلي ما عندوش ضامير، بصح الرياضي انا بور موا الرياضي هو اللي عنده بيت في حياته ولا يعرف صحته ولا غاليه صحته عليه ما يتجهش لهاد الصوالح، باسكو انا نعيط له هوس كامل الاجسام، هذه هوس كامل الاجسام، باسكو واحد رياضي محترف اللي يحوس يدير جسم ولا كما نقولوا حنا يدير بها كما نقولوا حنا سوا في ذاته هو ولا يدير به لي كومبيتيسيون ولا ما يتجهش لهاد الصوالح تاع لام يضربوها تتعمل على الحمل، باسكو صرات ديجا صافي شهرين ولا صافي واحد فانجور هكاك وشراو شهرين من قبل ثاني كلقاو ثاني دي زاتلات يشربوا هذه تعمل يعني تسمم 20 رياضي قالك بحبوب منع الحمل. نعم. صار لهم مشاكل في ولاية معينة قالك بسببها كان تناول حبوب منع الحمل المخصصة للنساء. بس علاه أولتها اللي راح له هذا الإنسان هذا ماهوش خبير ولا ماهوش إنسان تاع ضمان. هما علاش يشربوا حبوب منع الحمل؟ شوف هو هذه تاع منع الحمل يشربوها الرجال باسكو يطلع لك الاستروجين. الاستروجين هرمون الانوثه. كيدخل في الجسم تاع الانسان يعني الذكري يعني كيكون عنده هرمون تيستوستيرون ويدخل هرمون انثوي. الهرمون الانثوي كيطلع في الجسم تاع الرياضي يعني راح يتحول له دهون ويتحول له ماء. هذاك الرياضي كيشوف هذاك لاماز زادت له يقول لك انا راني زايد في البوا وني جايب جسم شباب وهو ما عبلوش بلي طلع الهرمون الانثوي يعني طلع ضخامه مزيفه حاجه واحده، وحاجه الدوزيام راهو دخل في خلط في لي زورمون تاعو يعني هادو يستعملوها باش يخرجوا الصدر تاعهم. زعما كاين بزاف اللي يقول لك خرج الساعده بصح يصرى له تتدي ماشي زعما نقولوا كيما حنا بالعاميه يعني باك ولا كيما نقولوا حنا كيما صدر ما شاء الله ولا يعني راح يخرج له كيما نقولوا حنايا تتدي العكس يولي بالك في لي زوبيراسيون بعد يتحول يعني يتحول من انسان كيما نقولوا حنا انسان اللي خلقك ربي عندك نسبه تستوستيرون في الكور تاعك عاليه انت راح تحول نسبه الاستروجين تطلع لك واش تولي تخدم العكس يعني انت تولي كما نقولوا حنايا تروح للحاجه فيها مخاطر اكثر. كوتش امين هل استخدام المكملات الغذائيه الطبيعيه يعني مش طبيعيه المكملات الغذائيه المعروفه يعني في عالم كمال الاجسام هل هو امن؟ نعم امن. شوف كي الانسان كاين يخاف يقول لك انه استعمال المكملات الغذائيه يسبب فشل كلوي، كاين يقول لك حتى ياثر على البشره تساقط الشعر وغيرها من المشاكل التي قد تحدث الحبوب ايضا من استخدام المكملات الغذائيه. هل هذا صحيح؟ شوف هي انسان اللي يستعمل المكملات الغذائيه بطريقه عشوائيه بين راح يدي للتهلكه. باسكو علاه الانسان دوك نعطيك اكزومبل انا زعما نقولوا انا مرضت درستي ولا عفسه نروح نتجه نشرب كما نقولوا باراسيتامول ونداوم عليها باراسيتامول هذه كان نشرب فيها نشربها راح دير لي ضرر. اي حاجه تزيد فيها يصير لك ايفي سكوندير، اي حاجه دير فيها يصير لك حاجه في البروبليم في الاورغان تاعك. يعني لازم نحترم يعني الانسان يحترم كيما ما ديرش حاجه. كاين الناس راهي دير جرعات كيما واحد محترف يشوف واحد في اليوتيوب يقول لك او يدير طروادوز ندير طروادوز او ياكل الاحماض الامينيه نزيد كيما هو جرعات. يعني الانسان يديه على حسب لو بوا تاعو على حسب كيفاش راهو يونطريني على حسب اللياقه البدنيه تاعو وعلى حسب النيفو ديالو. هنا اثرت كوتش امين نقطه مهمه، هل ربما المبتدئ في علم رياضه كمال الاجسام يمكنه استخدام هذه المكملات بمفرده يعني ما يلجأش الى راي الاحترافيين والمحترفين في هذا المجال؟ شوف هي انسان اي واحد يقدر يتجه للمكملات الغذائيه ويشربهم، بصح كاين حاجه اللي نكونسي بها انه هذاك الرياضي يروح للانسان هذاك اللي راح يشي عنده المكملات الغذائيه يعني يخليه يفهمه ويخليه كيفاش يتبعهم مع النظام تاع الغذائي تاع الوجبات تاعو، يعني كيفاش يمشيهم في لاجورني تاعو باش ما يشربهم حياته كومبلي. انا من 2016 الى يومنا هذا راني نشرب مكملات غذائيه الحمد لله ما صرالي اي حاجه. كي نروح للطبيب يقول لك ما شاء الله، بصح نستعملهم بعقلانيه يعني ماشي نتاجه نبوزي في لي كومبليمون اليمونتير ومن بعد تيجي عليه مخاطر شغل تضاعف
بليطار تضاعف. نعم الأكيد كوتش، أيضا من بين الأسئلة التي تطرح الاستخدام تاع الهرمونات، العلاج الهرموني، ولا حتى كاين ضربوا دي زانجيكسيون في الجسم تاعهم عبارة عن هرمونات تاع الذكورة، تستوستيرون ولا غيرها من الهرمونات، يقول لك من أجل الحصول على عضلات، وشفنا للأسف شديد نتائج كارثية، شفنا عندهم مشاكل سرطانات وغيرها. شوف، هي الكوتي هذا تاع الهرمونات كاين من الناس بزاف ما تحكيش عليه، و هذا السوجي حساس بزاف، يعني اللي سقسيه يهرب لك منه. صحيح. بصح شوف، حنا الهرمونات يعني احنا باش الرياضي ولا لا، الله يشوفينا دوكا، يعني انسان هذا اللي باش يتجه انت للهرمونات لازم يكون عندك بيوت، باسكو هادو راهم يتجهوا للهرمونات، هادو راهم يتبعوا منافسات، يعني باش الهرمونات يستعملهم واحد اللي حاب يروح للاحترافيه. تسمى يستعمل مؤقت. مؤقت يعني عنده ان بريباراسيون دوباج، هي تدخل ضمن دوباج. دوباج وي تستعمل، هي دوباج، هي دوباج يعني انسان يعني هي محظوره الاستعمال تاعها. يعني نورمال كاع الرياضيين تاع كامل الاجسام يستعملوا الدوباج، يعني سيتو اللي يطلعوا المنافسات. بصح كاينه حاجه الرياضي، يعني هذه صراحه منك، ماشي صراحه ما نقدرش نكذب فيها، مش شغل يعني هذه صراحه مني انا ولا من واحد اخر، انا باش الرياضي هذا يفهم، وباش ماشي كيما يشوف دوكا في التلفزيون يقول لك بالك انت راك دير هرمونات ولا فلان يدير هرمونات ولا ما تقولوش عليها، حنا نهضروا بعفويه نورمال عادي. الهرمونات قلت لك انا ولا واحد اخر ولا اللي يتجه للهرمونات لازم يكون عنده ان بيوت، سواء يدير منافسات سواء هذيك الحاجه راح يخدم بها. كاين ديزاكتور نعرفهم انا، ديزاكتور يعني في هوليوود ولا مانيش عارف انايا ولا يتورنيولي فيلم ولا يستعملوا هرمونات. وشوفهم تحولوا تحولوا باسكو علاه الهرمونات يعني يختصر لك الطريق، حاجه واحده الطريق تاعك تختصرها لك، والبناء العضلي يكون اكثر، تستهدف العضله مباشره ويعني لا بريباراسيون تاعك ما تكونش متعوب فيها بزاف. بصح كاينه حاجه واحده اخرى، كاين الناس لما يدخلوا للصاله جديد شهرين هو اللحمه تاعو كيما نقولوا حنا اللحمه تاعو ولا الميسكل تاعو مازال ما طابش، باسكو حنا كيفاش ننتجوا الناس يستعملوا هرمونات هذو المحترفين حتى يلقى ستاغن الكور تاعو، يعني يحبس الكور تاعو باش يتجه على النمو العضلي، يتجه للهرمونات. بصح كيفاش يتجه بالهرمونات؟ باسكو هذا الانسان راه يقول لك انا راح ندير كارير تاع سبور، واش يدير؟ عنده لي زاناليز تاعو، تحاليل طبيه، عنده طبيب يشرف عليه، عنده الكوتش تاعو محترف يشرف عليه، يعني ماشي يخدم من راسه هكا الانسان اللي كيخدم من راسه راح يلقى نتيجه، جامي، باسكو راح يدير روحه لتهلكه، باسكو هادو كلش اكسبيريونس، باسكو هادو الحوايج كواليس، يعني كما نقولوا حنايا الانسان هادو يتخدم في الكواليس، يعني كل رياضي عنده كوتش تاعو، كل رياضي عنده طبيب تاعو، كل رياضي عنده سويفي تاعو. كوتش امين، ما هي اهم النصائح اللي يحبوا يشريوا لي كومبليمون اليمونتير؟ ما هي الانواع الجيده لهذه المكملات الغذائيه؟ الاكيد مش حنقدموا لي مارك، لكن نحاولوا نقدموا فقط النصائح اللي نشوفوهم ربما لا دات ديكسبيراسيون، تاريخ انتهاء الصلاحيه. كان يقول لك ايضا انتهاء الصلاحيه للمكملات الغذائيه ما ياثرش بزاف على البرودوي. نعم. شوف كيما دوكا حاليا رانا في السولد، يعني السولد كيما نقولوا حنا يقدر انسان بقى لها لاضات شهرين ولا ثلاثة شهور، شهرين ولا ثلاثة شهور يقدر يوتيليزي هذاك المكمل الغذائي، يعني احنا كاين بزاف رياضيين يفقدش القيمه الغذائيه، ماشي كون يفوت 3 مو يفقد ابري لاضات 3 مو الفوق يفقد القيمه الغذائيه تاعو، بلاك كاباب يديرلو تسمم. بصح الا كان لاضات تاعو قريبه يعني مات عنده صافي شهر ولا شهرين يقدر يوتيليزي، حاجه واحده. حاجه الدوزيام، المكملات الغذائيه اللي نكونسيي خاوتي ولا اي واحد رياضي ولا نكونسييه انه يدير مكملات غذائيه اللي معروفين عالمين، كي تدخل للسيت في جوجل تكتب لا ماركه دي تخرج لك، ماشي مقلده، يعني ما فيهاش. وايضا المشكل تاع المكملات المقلده كيفاش نعرفوا بلي هذاك مكمل مقلد وهذاك مكمل اصلي؟ كاين تقنيات. شوف تقنيات حاجه واحده، والانسان دوك العلم تطور، يعني كاين سيت سبيسيال تاع المكملات الغذائيه، تدخل زي كود بار كود بار، كاين كود بار ولا كاين معروفين شركات معروفين كيما هذه اوبتيما نوتريشن معروفه عالميا، كيما نقولوا حنايا سيتاك معروفه عالميا، ماي بروتين كيما نقولوا حنايا واسمه غيرها، يعني بدون يعني هادو معروفين، يعني كان شركات مختلفه. ونزيد نقول لك حاجه واحده اخرى باش الناس تزيد تفهم، ما يتبعوش الاشهارات بزاف، كاين باسكو الناس كاين يتبع اشهارات، هذا فلان شرب هذه خلاص هي مليحه، نو لا لا، شوف يعني دائما نتايا دخل البلاصه وين تشوف هذاك المكمل الغذائي اقرا عليه، وكي تشوف في جوجل السيت تاع جوجل ولا في اي بلاصه كي تقرا في السيت تما اللي تدي الفائده، ماشي واحد يقول لك. نبداو كمبتدئين، وشنو المكمل اللي يصلح للشخص الجديد؟ البروتين ولا الاحماض الامينيه ولا ما هي المكملات الانسب؟ يعني شوف الانسان اللي ما عندوش ميزانيه كبيره بزاف، يعني نعطيها لك كاين ثلاث حوايج نبازي عليهم، يعني لي كومبليمون اليمونتير تاع لا فارماسي،
لي كومبليمون اليمونتير تاع لا فارماسي عندك لي ملتي فيتامين زنك بوتاسيوم ماغنيزيوم فيتامين سي هادو يتاجو يقدر يشريهم عند لا فارماسي يشري الاحماض الامينيه تاعو ويشريهم بروتين بروتين سا سوفي مي زيد يعني فوقهم. بالاضافه للمكملات اللي نعرفوها الزنك وهذوك نستعملوا البروتين والاحماض الامينيه والاحماض الامينيه هادو هما اللي يسحقهم الرياضه اليوميه على حسب الرياضي دوكا كيما نقولوا حنايا الاحماض الامينيه كيما نقولوا حنايا كيما نقولوا البي سي ا او الاو ا هذه فيها 9 احماض امينيه والبي سي ا فيها 3 احماض امينيه حنا الرياضي نعطوه له في وسط التدريب وبعد التدريب هذا ما كان يعني 2 دوز بار جور وعندك كي تكون في الضخامه لا بروتين تاعو انا قلت لك يستعملها 4 دوزات في النهار يعني صباح والاكيد المواطن الجزائري هم الاسعار امين هل الاسعار هي غاليه ولا اسعار في متناول الجميع شوف والله غير يعني عانيوا منها لي زاتليت بزاف مساكن يكون ربي يكون معاهم الاسعار ماش تكون غاليه بزاف وما تحوش ما تكونش بصح الانسان يكون دائما هذاك الرياضي يشري حاجه اللي توالمه والحاجه اللي راح يدي فيها فايده يعني ما يشريش حاجه ما حش يستعملها ولا ما حش يدير فيها فايده وهل هذا صحي اللي يشريو ربما بالكيلو ولا بالميزان يعني حاجه نورمال عادي عادي كاين خاطش في لي صال ما يفقدش القيمه تاعو كي نفتحوا العلبه مثلا بون لازم تشوفي شوف الحفظ هو ايضا هو الحفظ حاجه باينه باسكو لازم ما تقيلهاش الرطوبه والشكاره هذيك ما تفتحش بزاف بصح كاين بزاف لي صال اللي يعاونوا الناس يقولوا يبيعوا بالكيلو باسكو الشكاره غاليه يقدر الانسان يشري ديباني بالكيلو ولا عادي نورمال يعطيك الصحه كوتش امين على كل هذه المعلومات في المكملات الغذائيه لو توجد اضافه تفضل حول هذا الموضوع شوف المكملات الغذائيه انا الكونساي اللي نمدو لخوتي يعني كونساي نمدو انا يعني باكسبيريونس اللي عندي نقول له لي كومبليمون اليمونتير يعني لازم الرياضي يستعملهم وباش يلقى نتيجه احسن ويلقى نتيجه ويتطور احسن والحاجه نقول لهم سواء طفله سواء ولد ما تخافيش منهم كاع المكملات الغذائيه سي تبعي كوتش ولا انسان لي يوريك مكملات غذائيه على اساس انها مليحه سوي فيها وحاجه ما تخصها ان شاء الله هذه هي هذا واش نقدر نقولها يعطيك الصحه كوتش امين ميغربا على كل هذه المعلومات حول موضوع المكملات الغذائيه اللي هو موضوع بالتاكيد مشاهدينا يهم الكثيرين منكم في عالم رياضه كمال الاجسام اذا المشاهدين متواصلون معكم الى غايه الساعه 10 صباحا اما الان ندعوكم الى متابعه هذه الجوله عبر العالم بعد هذا الفصل